تستضيف العاصمة بغداد منتصف شهر أيلول الحالي للمرة الأولى مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة الذي تعقده وزارة العدل بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية. وقال عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية محمد رحيم الربيعي أن مجلس وزراء العدل العرب أصدر دراسة عن أن هذا الملف، وهناك رغبة في ترجمة العمل بمؤتمر دولي يحاكي فيه التجارب العربية والدولية في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والاستفادة منها على الصعيدين العربي والمحلي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأمين جامعة الدول العربية سيكونان ضمن الحضور في المؤتمر.